تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وفي إطار تكلفة المستشار محمد شوقي النائب العام لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، قرر المستشار المحامي العام الأول نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة. قرارات النيابة العامة لاقت ترحيبا كبيرا في الشارع السياسي بوصفها خطوة ضمن خطوات الدولة في ملف الحبس الاحتياطي وترجمة موضوعية لما انتهت إليه جلسات الحوار الوطني الأخيرة المعنية بتلك القضايا ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الجميع في الدولة والمجتمع على توفير مناخ إيجابي لحل وتسوية القضايا المعلقة، بعدما أظهرت لجنة العفو الرئاسي تفاعلا إيجابيا مع الطلبات التي ترسلها الأحزاب والمنظمات الحقوقية بالإضافة للتعاون الأكبر مع منظمة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تقدم هي الأخرى قوائمها للمحبوسين ممن ينطبق عليهم شروط ومعايير العفو. وفي هذا الصدد أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدا لتنفيذ أي توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجماعي الشامل والبناء، ونوه المجلس بأنه سبق للرئيس استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي الذي أحال سيادته توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحوكمة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به، وكذلك تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تسعى إليها القيادة السياسية والدولة المصرية فيما يتعلق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي دشن معالمها. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان اهميتها الاستراتيجية، انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وحنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا. أهلا بكم مجددا. كما تابعتم من خلال التقرير السابق الذي تابعناه منذ قليل، حديثنا في هذه الفقرة الحوارية يركز على ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل بال الشارع المصري في ظل الجلسات النقاشية التي يتناولها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا في ملف الحريات وحقوق الإنسان، حيث تأتي القرارات أو قرارات الإفراج المستمرة عن المحبوسين في الفترة الأخيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية لتتوج هذه المخرجات أو تؤكد على أنه ثمت بعض التغييرات الإيجابية في هذا السياق. أدعوكم لترحيب بضيفنا الكريم الذي نشرف به لمناقشة هذا الموضوع، سيادة النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري. أهلا بك سيادة النائب، دائما نسعد بوجود حضرتك معنا. ونائب رئيس حزب الوفد. ونائب رئيس حزب، ما انت حركة يعني أشهر من نار على العلم يعني. ربنا يخليك. كل الألقاب تشرف بسعادتك يعني. يعني في المرات السابقة التي شرفنا بحديث حضرتك معنا، يعني الموضوعية والجدية في الطرح كانت حاضرة، خاصة في مثل هذه القضايا الحساسة المرتبطة بالشارع المصري بشكل كبير ومؤثر. إذا كان لحضرتك أن تجمل أهم ملاحظاتك حول مشروع القانون الجديد، مشروع الإجراءات الجنائية،
ولأي مدى فعلا يتم التعويل عليه لإحداث طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، لأن هناك تخوفات من قبل البعض أن يكون القانون رغم كل هذه المميزات مدخلا بشكل أو بآخر للسلطة التنفيذية للتغول بشكل أو بآخر على الحقوق المدنية أو الحقوق الإنسانية. مساء الخير لحضرتك وعلى السادة المشاهدين. يمكن عايز أقول لحضرتك إن أتكلم في موضوعين مهمين هم مرتبطين ببعض طبعا. الموضوع الأول وهو 151 محبوسين اللي تم الإفراج عنهم. يمكن بوجه تحية للقيادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي على دائما يؤكد أنه عندما يطرح الرأى والسياسات فأنه ليست مجرد كلام أو حوارات، لكن هو بدأ في هذه العملية من بداية من وضع استراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وده يمكن بعد كده الحوار الوطني. والحوار الوطني هو حوار لما كافة الطوائف في المجتمع، وكان هناك في أريحية وفي شفافية وفي صدق في كل ما حضر هذا الحوار من كافة أطياف المجتمع وأطياف الشعب المصري والقوى السياسية الموجودة، وكل تحدث بدون أي محاذير أو أي ضوابط. يمكن ده ينعكس أن الحوار الوطني أتى نتائجه وثماره بأن الدولة النهاردة بتلتزم بتعزيز قيم العدالة وتحقيق احترام حقوق الإنسان. ده يؤكد برضو أن هذه ليست المرة الأولى، ولكن هي مرات متعددة وكثيرة، أن هناك في الإفراج المستمر في المحبوسين. ويرجعنا ده إلى حضرتك إلى قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية عمره 72 عام في مصر. يمكن هذا القانون اللي موجود ومطروح أمام مجلس النواب شكلت لجنة خاصة تقريبا قعدت في 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 سنتين تقريبا، واستمعت لكافة القوى اللي موجودة سواء أساتذة الجامعات الدستوري للقانون الدستوري، واستمعت لرؤساء الأحزاب، واستمعت للقوى السياسية، واستمعت للمجتمع المدني، واستمعت لكل النقابات. أنا عايز أقول إن هذا مشروع الانطلاق يعني إلى مشروع 72 سنة، إن احنا ننتقل إلى مشروع جديد يواكب المرحلة الجديدة والجمهورية الجديدة باحترام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاحترام أيضا المواثيق الدولية، واحترام مقدمية الإنسان في تعديل. يمكن أهم ما جاء في هذا القانون هو تقليص الحد من الحبس الاحتياطي ومباريات الحبس الاحتياطي. هو ده أنا عايز أقول إن للأسف الشديد في بعض الناس شافت هذا القانون يريد أن يشوهوه، ولكن في مكاسب كثيرة جدا وفي مواد إيجابية كبيرة جدا جدا تهتم بحقوق الإنسان وتهتم في احترام الإنسان وحقوقه في وأيضا عدم إطلاق السلطة بأن هناك يتم حبس مجموعة الأفراد أو الإنسان تحت تحقيقات وتظل أكثر من سنتين وثلاثة، لكن تم حد سقف لهذا الحبس الاحتياطي. يمكن ده أمر مهم جدا. أيضا هناك في الاعتماد على البدائل وهي القوة البديلة، في أن أنت مش الحبس أحيانا طبعا نعلم جيدا المتهم بريء، القاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. في بعض الموضوعات في بعض الأشخاص بيكون محبوسين على قضايا معينة، ولكن ممكن يخرج بضمان محل إقامته. ممكن في أدوات كثيرة جدا تقدر تاخذها، يتم التحفظ على مثلا اسف منعه من السفر، اجراء وقائي، ايضا الغرامه بكفاله، لان في النهايه قد يكون في هناك بعض مثلا صاحب مصنع او كذا او كذا متهم في قضيه، فيتم سير التحقيقات بست اشهر او سبعه اشهر. فهناك ما تستفيد انت اذا انتهت التحقيقات، ما تستفيد بان يكون هذا محبوس وفي النهايه يطلع بعد سبع شهور او عشر شهور او اكثر أو سنة براءة. فممكن يتم التقاضي والإجراءات القضائية تسير في متابعتها من خلال المحامية ومن خلال حضوره في الجلسات. أيضا ده يكون تجسيد لاحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات.
طيب طبقا للمعلومات المتوفره عندي انه تم وضع بعض الاليات لمساءله الجهات المسؤوله عن تنفيذ القانون، بمعنى انه هذه الجهه التي تقوم بالضبط او متابعه الجريمه او المتهم لا تطلق يدها هكذا تفعل ما تشاء في الحد من حريه المواطن او ما شابه. هل لدى حضرتك بعض الملامح المرتبطه بهذه الاليات؟ لا، هو القانون واضح، لان هو ده يعتبر قانون الاجراءات الجنائيه، هو الدستور الثالث او مكمل للدستور 2014. كل المواد اللي موجوده في مشروع قانون الاجراءات الجنائيه وخاصه في المواد الحبس الاحتياطي و موقف النيابة العامة في مراحل مراحل التحقيقات، كل هذا كان له دور كبير في ان انت لها ضمانات موجودة يكفله القانون، وكل القانون بان يتمتع المواطن بكافة حقوقه، وايضا محاميه وكيله ان يتمتع بحضور التحقيقات، وايضا في هناك سقف، ودي اهم شيء، ان هناك في سقف للجرائم سواء جنح او جنايات لحد الاقصى للحبس الاحتياطي. ايضا تغيرت مبررات حبس الاحتياطي، ان لا تترك عنانا ان يكون هناك تقضي 4 في 15 في 45 في شهر فيجدد. اذا انتهت التحقيقات لابد ان يكون هناك في قرار بالافراج، لان ده بيأثر كثيرا جدا زي ما قلت لحضرتك على الانسان اللي بقى موجود مظلوم او موجود في التحقيقات، يكافح محاميه او يساعد محاميه ان يظهر حقيقه الامر وان يخرج في النهايه براءه، وفي النهايه من يعوضه. الامر الثاني هو التعويض عن المده التي جلسها المواطن في حاله صدور البراءه، فده هيكون برضه ليه دور كبير جدا ان النيابه العامه تتحرى وتتحقق في اصدار. ده هيكون باثر رجعي؟ يعني القانون ممكن ينظر ويطبق باثر رجعي؟ لا لا، كل القوانين تصري باثر فوري وليس اثر رجعي. اثر رجعي. طيب لا يزال عندي بعض التساؤلات ايضا مرتبطه باليه تنفيذ مواد القانون او طبيعه عمل السلطه التنفيذيه عند ضبط واحضار من وجه اليه اتهام. لكن استاذن حضرتك متابعه هذا الموجز لهم اخر الانباء. مشاهدينا الكرام، وادعوكم ايضا للترحيب مجددا بضيفنا الكريم الذي نشرف به في هذا الفقرة الحوارية، سيادة النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب. أهلا بك مجددا سيادة النائب. ربما قبل متابعة موجز الأنباء كنت أثير مع حضرتك إشكالية وجود آليات لضبط أداء الجهات المعنية بتنفيذ القانون أو الجهات الأمنية أو الشرطية. ربما في التأكيد على هذه النقاط، أمر مهم يقطع طريق على أي شخص يريد أن يزايد على المشروع القانون المرتقب، قانون الإجراءات الجنائية الجديدة. فمثلا هناك من يطرح مثلا مجرد فكرة، يعني تثبيت كاميرات في الزي الخاص بالجهات الأمنية أو الجهات التي تقوم بتنفيذ القانون عند إحضار أو ضبط أو أي تعامل انطلاقا من هذا القانون مع المواطنين لتوثيق هذه اللحظات مثلا. دي احد الادوات اللي مفيش مشكله فيها امكانيه تنفيذها. يعني هو النهارده انت عارف ان تقريبا معظم الشوارع الموجوده النهارده فيها كاميرات، ويمكن الساده المحامين بيستندوا الى الكثير من هذه الكاميرات سواء في الشوارع او المحال العامه، والقضاء ياخذ بها تماما بتبع تفريغ القضاء. يمكن عايز اقول لحضرتك ان 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 مكاسب هذا المشروع قانون ان انت النهارده بتعطي حقوق للدفاع وضمان حق المتهمين. لان انت النهارده بتوفر مثلا وسيله اتصال بزويك، وسيله اتصال بالمحامي او الموكل عنك. ايضا كفاله، يمكن ده حق دستوري مكفول للمتهم في حاله الصمت، انه انا في كان انك تصمت لا تتحدث إلا بحضور وكيلك أو كذا، فده أمور مستحدثة في مشروع هذا القانون. أيضا في عندك توفير وسائل لذوي الاحتياجات الخاصة في أنه يكون في تأهيل لوجود في محبس أو في أو توفير وسائل حتى المناقشة في ممكن يكون أخرس فتكون تجيب من يقوم بالترجمة وهذا الكلام. فاذا انا عايز اقول مشروع هذا القانون هو مشروع، كان احنا كقوى سياسيه
اعترضنا في داخل الجلسة في أمور كثيرة جدا، وتوافقنا ما لا يدرك كله يترك كله. احنا توافقنا تقريبا على يمكن فوق 90% من مشروع قانون. هذا المشروع قانون هو مخرج جيد، يأتي بعد 72 عاما من القانون الجرائم الجنائية القديم، يتواكب مع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، يتواكب مع الأمر المتطور القضائي والإجراءات اللي موجودة. يمكن احنا في بعض المواد، يمكن احنا حضر معنا السيد نقيب المحامين والسادة والسيد نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء وكافة الجهات المعنية كانت موجودة معنا، وكان هناك في إراحية في الجلسات، يمكن كانت تمتد الجلسات من الساعة الواحدة حتى الساعة السابعة، كانت مناقشات كلها ثرية، وكان هناك في أريحية وعدم إقطاع للمداخلات الموجودة. يمكن تم إرجاء أو إعادة مداولة للمادة 15 ومادة 72 ومادة 105 ومادة 274، هيبدأ فيها مناقشات يوم بكرة إن شاء الله بإذن الله، أول يوم بكرة إن شاء الله. يمكن احنا عايز أقول إن احنا كان مفروض هذا القانون كان يخلص من أسبوع فات أو أسبوعين مضوا، لكن الإسراءات اللي موجودة والحالة الجدلية اللي موجودة، ودي حالة صحيحة وحالة دايما أنا بقول إن ما يكون في نوع من الجدال والعصف الذهني والخلاف في الرؤى، وكل يدلو بدلوه من ناحيته الفنية، سواء المجلس على القضاء، سواء النقابات المهنية ونقابات المحامين ونقابات الصحفيين، وأيضا أعضاء السادة مجلس النواب وال أساتذة القانون وأساتذة الجامعات. فكان هذا المشروع قانون هو مشروع جيد في مضمونه، يتواكب مع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان في هذه المرحلة. طب سيادة النائب، فكرة الرقابة على تنفيذ كل هذه المواد البراقة، الرقابة أنه كل ما نسعى لتحقيقه من خلال القانون يتم تنفيذ ولا يترك للضمير البشري، لأنه الضمير شيء نسبي، ولعل حضرتك منذ لحظات أو في بداية مداخلتك الأولى أوضحت أنه هناك قاعدة ثابتة قضائية أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومع ذلك هناك أناس أبرياء تم تقييد حرياتهم لسنوات انتهت أعمارهم وهم خلف القضبان وهم أبرياء، لنكتشف في النهاية أنه تم حبسهم ظلما وعدوانا. مرة أخرى، فكرة الرقابة هي التي تشغل بال كل من يهتم بتفعيل القانون أو تفعيل مبدأ حرية الإنسان، ولعل حتى في إثارة فكرة وجود كاميرا في زي رجال الشرطة ما يتصل بهذا المعنى، أنه هناك رقابة على أي تجاوز أو أي خروج من الجهة المنفذة لأنها هي التي تمتلك القوة. شوف، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لازم نفرق ما بين هناك في بعض القضايا يعني جهه التنفيذ اللي هي الشرطه بتروح بتنفذ حكم قضائي، ده شيء، وفي انها بتكافح مجرم او متهم بيكافح جريمه. نعم، في فرق بين الاثنين، فرق كبير جدا. يعني الاستوقاف اصلا ليه طبقا للقانون هو ليه ضوابط ايضا، يعني ما تجيش تقول لي النهارده ان احنا مثلا في مشكله النهارده او في ارهابي ولا انا استنى صوره واعمل كذا، فالوقت له قيمه في هذا الوقت. ففي امور يعني عشان بس الامور ما تبقاش ضخمه او مضخمه، في امور مهمة جدا في هذا المشروع القانون هي حفاظ على حقوق الإنسان وحرية الإنسان وحرية الرأي وحق المتهم في أمور كثيرة جدا، حقه أن يتصل بزويه، حقه أن يتصل بالمحاميه، حقه أن يصمت، حقه في حقوق كثيرة جدا. آلية التنفيذ احنا بشر برضو مهما كان، لكن لا أقدر أقوله في النهاية أن هذا القانون أتى ليكون يتواكب مع الحداثة ومع العصر، وأن يتواكب مع الحريات والأجندة أو القومية لحقوق الإنسان، الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان في هذه المرحلة. عظيم. مناقشة المشروع دلوقتي في أي مراحلها؟ لأن حضرتك تحدثت بشكل موجز منذ قليل على فكرة أنه المناقشات مستفيضة، هناك حالة من حالات العصف الذهني. المناقشات داخل اللجنة أم في الجلسات العامة؟ لا، احنا في داخل اللجنة، يمكن احنا انتهينا تقريبا من تقريبا 90%، في عندنا تقريبا
يحضرهم فقط أعضاء مجلس النواب ولا أطراف من أعضاء مجلس النواب وممثلين من مجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمين وممثلين من المجلس على القضاء ومنظمين من النيابة العامة وممثلين من نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وممثلين من أساتذة الجامعات وذوي الخبرة وممثلين من السادة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية الدستورية وممثلين من من يرغب في السادة أعضاء مجلس النواب. القاعة تكون فيها زخم كبير أكثر من 50 فردا حاضر يمكن وكل يد لجدله حتى المجلس القضاء العسكري يبقى موجود برضه لأن في بعض الملاحظات موجودة بيحاول كل التطبيق العملي مع السادة المحامين وإحنا معانا مجموعة تقريبا لجنة التشريعية الدستورية فيها تقريبا 11 أو 12 محامي كلهم أساتذة يعني. آليات النقاش كيف تتم؟ يعني مثلا تطرح المادة تقرأ المادة تتلى المادة ويتم مناقشتها بشكل أو بآخر وإذا كان هناك في تعقيب من الجهة التي سئلت على هذا التعقيب فيتم التعقيب وإذا كان هناك خلاف يتم التوفيق وإحنا يمكن نتكلم فيه هناك فيها الصياغة يمكن إحنا نتكلم أحيانا نختلف على هذه الكلمة تؤدي إلى كذا لا تقتصر إلى كذا التفسير هل يؤدي هذه الكلمة إلى معنى آخر فهي دي تبقى فيها نوع من الضبط الصياغة في ضبط النص. تقوم اللجنة التشريعية بتدوين هذه الملاحظات وإعادة صياغتها؟ لا التصويت بعد يتم بعد المناقشة على المادة. وفي تصويت بيتم في المناقشات طبعا 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 بعد ما يتم المناقشة ويتم الرد ويتم المداخلات من فرد يعني من شخص أو اثنين أو ثلاثة أو جهة أو اثنين وثلاثة وفي النهاية ينتهي إلى نص متوافق عليه وبعد ما يتم النص متوافق عليه يتم التصويت. بس واضح كده أنه العدد كبير يعني طبعا ما كله بيتكلم في يعني مثلا في نقابة المحامين تتحدث في ما يهمها مجلس أعضاء القضاء يتحدث في ما يعنيه النيابة العامة تتحدث في ما يعنيها الصحفيين نقابة الصحفيين تتحدث في ما يعنيهم أيضا السادة المحامين التصويت تحدث التصويت بيتم بإقرار الأغلبية التصويت يتم بإقرار الأغلبية من طب هنا ممكن يكون التمثيل متباين لا التمثيل النائب. متنوع متنوع متباين لكن ممكن يكون جهة معينة لها الثقل داخل اللجنة فتمرر احنا كمعارضة صوتنا عالي مش واطي لا صوتنا عالي ومنتكلم ان احنا يحكمنا الضمير في النهاية ليست هناك يعني في نوع من المغالبة او لكن كلنا نهدف الى مصلحة الوطن كلنا نهدف الى على فكرة يمكن أقول الكلام ده يمكن السيد رئيس اللجنة والسيد أعضاء اللجنة من الأغلبية يتحدثوا أشد حرصا على حرية الإنسان وكرامة الإنسان هذا المشروع القانون لن يتم تعديله إلا أو إقرار قانون جديد إلا يمكن بعد يمكن 50 سنة ولا حاجة فهذا القانون كلنا نعمل من خلال ضميرنا الوطني حفاظ على حقوق الإنسان حرية الإنسان سيحكم التاريخ على هذا القانون إنه قانون درس ووضع في المضبطة بكافة كل من كان له رأيا وضع في المضبطة وكل من كان له رأي جدلا وضع في المضبطة من كان له اقتراح بتعديل نص وضع في المضبطة فسيكون هذه المضبطة شاهدة على كل من فهي مسؤولية ضمير أمة في النهاية. طيب على ذكر المضبطة والمناقشات التسمية المنضبطة للقانون هل هو تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية أم أنه القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمعنى أنه هذا القانون أو هذا القانون القديم سيتم الاستغناء عنه تماما؟ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعني سينسف القانون القديم تماما القديم. مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو قانون جديد يتواكب مع المرحلة بنصوص جديدة في بعض النصوص النمطية في يعني أنت ما تيجي في بعض القوانين فتنظر لها في نصوص نمطية موجودة ففي نصوص هتبقى من القانون القديم لكن هي نصوص نمطية لكن هو مسمى قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديلا مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولكن هو قانونا جديدا عظيم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. طيب لكي نشرك مشاهدينا في بقية آليات المناقشة بعد إقرار المادة بالتصويت لجنة الشؤون التشريعية أو لجنة التشريعية بمجلس النواب تقوم باعتماد الصياغة أو الصيغة النهائية للمادة. احنا يعني أقول لك عشان تفصيلين يعني أنا ليه تفصيلين علشان الناس تعرف أنه ما سيتم إقراره في القانون يتم شاركة أكثر من جهة في صياغته يعني يتم يعني بعد ما يتم
الحالة النقاشية اللي موجودة والحالة الجدلية والعصف الذهني يتم تدوين ما اتفق عليه. تمام. ويتم تلاوته مرة أخرى. وعندما يتم تلاوته ممكن نعترض عليه برضه. أو نقول لا أنت حطيت الكلمة ديت، الكلمة ديت لها تفسير آخر يؤثر كذا، أكثر انضباطا أن تحط كلمة كذا. بعد كده يتم التوافق على النص، يتم تلاوة النص ويتم التصويت عليه. عظيم. بعد ذلك يطرح لنقاش في الجلسة العامة لاحقا، سيشهد نقاشات ولا كده خلاص انتهى؟ لا طبعا سيشهد، يعني اللجنة العامة وطبعا ستنتهي اللجنة تشريعية دستورية، يمكن احنا بيشاركنا في لجنة تشريعية دستورية لجنة حقوق الإنسان. يمكن موجود معنا نائب طارق، موجود معنا في اللجنة بيشارك معنا، ولجنة حقوق الإنسان بيشارك معنا عشان في بعض الموضوعات أو بعض النصوص مهتمة بـ سيادة نائب طارق مين؟ طيب ماشي، طارق رضوان. طارق رضوان. تمام. سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان. تمام. أخو زميل صديقنا يعني بيشاركوا معنا في لجنة، في اللجنة، ووكيل لجنة النائب محمد عبد العزيز بيشاركوا معنا بصفتهم إن هم برضو عندهم شق مهتمين به هو حقوق الإنسان، واستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، فبيكونوا معنا. وفي هناك بعض النصوص في يعني القاعدة أن النص الخاص والقيد العام في بعض القوانين الخاصة بيبقى ليها ضوابط فبتختلف تصطدم مع هذا القانون، فنقول لا نعدل ده عشان يتواكب مع النص الخاص، سواء احتياجات خاصة أو سواء لحقوق الإنسان. لكن المشروع اللي هو محل نقاش في الأساس ده صياغة اللجنة التشريعية ولا صياغة الحكومة؟ لا هو المشروع بيجي لنا، جاي لنا من الحكومة. من الحكومة، الحكومة هي اللي صاغت المواد المحل نقاش عليها. أرسلت المشروع القانون وتم تشكيل لجنة خاصة استمرت عامين بمشاركات تقريبا 27 لجنة جلسة استدعت فيها أساتذة القانون في عين شمس والقاهرة والمتخصصين، واستدعت فيها ايضا كل الجهات، وبعد كده اعدت هي اصاغت يعني ده اللجنه الحاليه اللجنه التشريعيه هي بتعيد ما تم تفريغه من او ما تم انتاجه من اللجنه الفرعيه الخاصه، ويمكن كان مشاركه اللجنه الخاصه كان يعني يراعى فيها التمثيل الحزبي المتنوع. طيب. والمستقلين. هو واضح ان الموضوع هيطول، واذن لنا ان شاء الله نشره بلقاء حضرتك مره ثانيه، لكن يعني اذا كان لنا نتمنى على حضرتك برضو انطلاقا من بعض الاراء التي نتابعها في مناقشه هذا الموضوع ان تكون الجلسات الخاصه، الجلسات العامه الخاصه بمناقشه هذا القانون تكون مفتوحه او تكون مذاعه على الهواء لكي يتابعها الناس اولا. اكيد يعني الجلسة العامة هي جلسة يتم إعداد بعد انتهاء من التصويت النهائي وصياغة كافة البنود، يتم عرضه على الجلسة العامة ويتم تحديد ممكن يوم أو جلسة أو جلستين أو أكثر. طيب ندي حضرتك أسبوع مثلا كمان ولا 10 أيام ونتقابل تاني ولا ده كتير؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نلتقيك مرة تانية على خير إن شاء الله. سيادة النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد، عضو لجنة تشريعية بمجلس النواب، شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير، بعده فقرة حوارية أخرى نعود من خلالها مرة أخرى إلى فلسطين الحبيبة والتطورات الجارية هناك والتعقيدات التي يفرضها بنيامين نتنياهو حول إمكانية الوصول إلى توافق أو اتفاقية للتهدئة. بعد الفاصل نبدأ معكم النقاش في هذا الموضوع.